من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهواء والبدع. بارك الله فيكم. هذه شبهة تتعلق بالجلوس إلى أهل الأهواء والمنحرفين في مسالكهم. يقول بعض الناس جالس أهل البدع ويستمع لهم، فإذا حذر من الاستماع قال الله أعطاني عقلا أميز به الصواب من الخطأ، وربما ردد كلمة بعض العلماء كل يؤخذ من قوله ويرد. لو أعطاك الله عقلا ما جالسته، فإن هذا من أعظم الشر. والله يا إخوة أني أعرف أناسا بأعيانهم كانوا من أحسن الناس في السنة، تساهلوا في الجلوس إلى بعض من عرفوا بالبدعة فانقلبوا رأسا على عقب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينهى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه هو فلا يلبث أن يتبعه لما أوتي من الشبهات. فلا بد من الحذر والبعد وعدم التساهل في مجالسة أهل البدع والاستماع لهم، فإن سلامة الدين لا يعدلها شيء، والهوى يعمي ويصب ويعدي ويسبب البلاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في دينه، بل ينبغي الحذر الشديد والتمسك بالسنة وأهلها. نكثر أهل السنة ونكثر سواده ونسعى في إظهار ما هم فيه من خير، ولسنا بحاجة إلى مجالسة أهل الأهواء والبدع. نعم.